في يوم الموسيقى العربية تظهر أمل الكعدل المطربة الشهيرة والموصوفة بفنانة اليمن الأولى، تتحدث عن الأغنية العدنية ضمن ندوة أقامها مركز عدن للدراسات، وشارك فيها كتاب أرخوا لهذا اللون الذي تشرب من مختلف الألوان المحلية والخارجية. لا يأتي هذا الإبداع من فراغ، إنه عشق مستميت لحاجة اسمها عدن. عدن ولادة في الإبداع في العطاء، وستظل شامخة. لن نجد في وطن من أوطان من بلدان الوطن العربي كله بمثل مستوى عدن. غير بعيد عن الندوة وفي مكتبة مسوات تحضر هنا الموسيقى العدنية خالصة دون كلام. جميع الموسيقى العدنية التراثية سواء كان المسموعة والمشهورة أو اللي يعني مشى عليها الزمان ونسوها، خصوصا الجيل الجديد. معزوفات لأشهر ملحني اللون العدني تفاعل معها الجمهور وأشاد بمثل هذه الفعاليات الرامية لإنعاش الحياة الفنية في العاصمة المؤقتة. تعيد روح الفن إلى مدينة عدن خصوصا في هذه المرحلة الحالكة. لما كان عنوان الفعالية أن الموسيقى غذاء الروح، هذا ما تحتاج عدن وهذا ما يحتاجه الناس في هذا المجتمع، يعني أن ينهضوا ما بعد الحرب. بيت العود العدني أحيى اليوم الموسيقي بهذا الفريق الذي يسعى لترسيخ كيان ما زال في طور البناء المؤسسي. نواجه صعوباتنا طبعا من خلال قصور الوعي لدى الجهات الحكومية والجهات المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتجارية في عدم إدراكهم لأهمية ودور الفنون في حياة المجتمع. في يوم الموسيقى العربية تتأكد حقيقة أن آلة العود بمذاقها الخاص وخصوصيتها المحلية أنها الآلة الرئيسية للألوان اليمنية جميعها. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.